بس لازم نعرف انه الاس بي اف هو بس اداه بيحمينا من اليو في بي يلي هي بس قسم من اشعه الشمس. سو حسب نوع البشره حسب المشاكل تبع البشره والحاجات فينا نوصف سان سكرين معين بيناسب كل شخص. مرحبا، أنا دكتورة تارا برداويل، أخصائية أمراض جلدية وتجميل، وموضوعنا لليوم هو واقي الشمس أو السان سكرين. للي ما بيعرفني لازم يعرف أنه أنا أفضل برودكت عندي هو السان سكرين، وما في أحكي عن موضوع إلا ما جيب سيرة السان سكرين، لأنه بعتقد هيدا أهم شيء يكون عنا إياه ونستعمله بحياتنا اليومية. واقي الشمس أو السان سكرين هو بيحمينا من أشعة الشمس، بس في كتير عوامل لازم ننتبه لها. نحن أول شيء بس منفكر بالأس بي أف، أس بي أف 30 أو 50، أوكي هيدا كتير مهم، وأنا بنصح عادة نستعمل أس بي أف 50 لأنه نحن أصلاً ما منحط الكمية الكافية لتحمينا من الشمس، سو إذا عم نستعمل الخمسين منكون عم نحمي حالنا أكتر. بس لازم نعرف إنه الأس بي أف هو بس أداة بيحمينا من اليو في بي يلي هي بس قسم من أشعة الشمس. في عوامل تانية لازم نفتش عليها بالسان سكرين يلي هي البروتكشن ضد الـ UVA وحتى البروتكشن ضد الـ Visible Light، الضوء يلي منشوفه. So اليوم نتعلم انه لازم نفتش بالسان سكرين على الـ SPF، على الـ UVA Protection والـ Visible Light Protection. هاي اول شيء. هلا تاني شغله، في كتير ناس ما بيحبوا السان سكرين لانه بيفكروا انه رح يعمل ماسك ابيض على الوجه او بيزيت او بيعرق الوجه، بس نحن هلا ب 2023 صار عندنا كتير سان سكرينز كتير منيح كتير حلوين، الملمس تبعهم كتير خفيف مثل المي، الواحد بحس انه مش حاطط شيء. سو حسب نوع البشره حسب المشاكل تبع البشره والحاجات فينا نوصف سان سكرين معين بيناسب كل شخص. سو عندنا سان سكرين معمول لكل شخص، ما حدا عنده حجه ليقول انه ما لقى سان سكرين لإله. والواقي الشمس فيه يكون انفيزبل يعني ما له لون، او فيه يكون تنتد يعني ملون، حسب كل شخص شو بيفضل. هلا الناس يلي بيعانوا من التصبغات يمكن افضل يستعملوا التنتد او السان سكرين اللي فيه لون، بس كمان مش شرط، يعني في فلكسبيليتي بالموضوع. هلا واقي الشمس لازم نحن يكون عنا هابت او عاده انه كل يوم الصبح من بعد ما نخلص السكين كير روتين تبعنا نحط واقي الشمس حتى لو مش ظاهرين من البيت، لانه بنعرف انه الاشعه اللي بتفوت من الشبابيك او البالكوني هي كمان بتاثر على البشره. السبب الاول لشيخوخه الجلد هو الشمس، فنحن بدنا نحمي الجلد من الشيخوخه، بس كمان بدنا نحميها من التصبغات ومن سرطان الجلد او سكين كانسر، واهم شيء بهيدي الحمايه هو السان سكرين. سان سكرين مثل ما قلنا بنحطه كل يوم الصبح، بس لازم نرجع نحطه كل ساعتين نحن ومعرضين للشمس. معرضين للشمس مش يعني بس البحر او البول، حتى اذا كنا بالمكتب بالبيت وفي ضوء حدنا لازم نرجع نحط السان سكرين. اذا عم نسوق نحن معرضين كثير لاشعه الشمس وما بنكون منتبهين له، فلازم نرجع نجدد السان سكرين. اذا كنا على البحر او على البول وعرقنا او صبحنا ما بننطر ساعتين، لازم اكيد نرجع نحط السان سكرين مره ثانيه.